بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وأنا قاعد أفحص عينة من التراب والطحالب. مثل ما تلاحظون لقيت دودة، مخلوق عجيب، يعني مخلوق مجهري يشبه الديدان. مثل ما تلاحظون راح نصوره وراح نتبع أسلوبه في الحياة. نحاول نبعد العدسة قليلا. ثم تلاحظون شكله عجيب جدا ونادر جدا انك تحصله. نحاول نكبر العدسة. نحاول نعمق في العدسات مثل ما تلاحظون في طحالب. طبعا هو الحين جالس يتغذى. مثل ما تلاحظون في فكين في الرأس هنا، في فكين يساعدونا في الحركة وإزاحة بعض الأشياء مثل ما تلاحظون أنهم يتحركون زي المجرافة. طبعا طويل جدا مثل ما تلاحظون. إلى هنا انتهى المقطع. نحاول نصوره في الجهاز.
كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.